قبل كل دورة أولمبية، رياضات كتير بتقدم طلب إدراجها في الأولمبيات، وبعد التصويت بيتم الاستقرار على عدد منهم، واللي منها لعبات بتكون بضغط من الدولة المنظمة. التنس لعبة تاريخية عريقة بدأت بيها الأولمبيات الحديثة سنة 1896، ومع ذلك خرجت اللعبة من الأولمبيات سنة 1924 ورجعت في 68 وخرجت تاني لحد ما رجعت سنة 1984 واستقرت في الأولمبيات من وقتها. في أولمبياد طوكيو قررت اللجنة الأولمبية دخول 5 لعبات جديدة للمنافسة. 5 لعبات هيوفروا 18 منافسة مختلفة جديدة و474 رياضي هيشاركوا في الأولمبياد. ركوب الأمواج. قبل عشرات السنين حلم الشاب الأمريكي ديوك كاهاناموكو بممارسة لعبته المفضلة ركوب الأمواج بس في الأولمبياد. السباح الأسمر كسب 5 ميداليات أولمبية في مسيرته في السباحة، لكن حلمه كان دايماً ممارسة ركوب الأمواج في الأولمبياد. ديوك توفى سنة 1968، وفي 2021 أخيراً أصبحت رياضة ركوب الأمواج أولمبية. الرياضة الثانية هي التسلق. تسلق الجبال أو الصخور من أخطر رياضات العالم، واللي ممكن تتسبب في وفاة ممارسيها. براد بيت الممثل الأمريكي الشهير عمل فيلمه الشهير 7 Years in Tibet سنة 1997 عن حياة المتسلق النمساوي هانريش هارر. في أولمبياد طوكيو هتتواجد رياضة التسلق أخيراً، مع توفير كل سبل الأمان من جدران تسلق اصطناعية للرجال والسيدات، والمعيار هو بلوغ أعلى نقطة في أسرع وقت. الرياضة الثالثة هي التزلج. الرياضة الترفيهية هتكون المرة دي تنافسية، وهتنقسم المنافسات إلى نوعين: تزلج في الشوارع باستخدام سلالم ومنحدرات وقضبان، والنوع الثاني في منتزه مسار على شكل وعاء مجوف، والكسبان هو اللي هيصمد لفترة أطول. الكاراتيه. لعبة الكاراتيه طبعاً غنية عن التعريف، واللعبة الاستعراضية هتكون حاضرة في الأولمبياد لأول مرة. اليابان طبعاً من أشهر الدول في الكاراتيه، وعشان كده ضغطت لدخول اللعبة في الدورة، واللي مش بعيد تخرج تاني من الأولمبياد في دورة باريس 2024. الكاراتيه هتكون موجودة للرجال والسيدات في منافسات كوموتي وكاتا. مصر كمان هتكون موجودة في الكاراتيه، وأبرز المشاركين جيانا فاروق وعلي الصاوي المرشحين جداً للحصول على ميدالية. أما اللعبة الأخيرة فهي البيسبول. البيسبول راجع للأولمبياد بعد غياب من 2008. البيسبول دخلت لأول مرة سنة 1904 وخرجت ودخلت تاني 6 مرات لحد ما كان الحضور الأخير في بكين 2008. والسنة دي رجع البيسبول تاني بعد غياب في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016. الأولمبياد هتتلعب من 23 يوليو والحد 8 أغسطس، وكحدث ما بيتكررش إلا كل 4 سنين، نصيحة: استمتعوا بكل رياضاتكم.